بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أحاديث الفتن والحوادث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث في الفتن والحوادث في باب الدجال وصفته وما معه. نعم. في باب الدجال وصفته وما معه. انتهينا من هذا. وله عن أبي سعيد. نعم. رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا أنه قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس، أو قال من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ أتشكون في الأمر؟ نعم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لعنه الله لا يدخل المدينة النبوية ولا يدخل مكة، منعه الله من ذلك، وأن على حدود المدينة وحدود مكة ملائكة يحرسونها فلا يدخلها، ولكنه ينظر إليها من بعد، ولكن المدينة ترجف ترتجف، فيخرج منها كل منافق، يخرج منها كل منافق، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان والصدق، فيخرج إليه شاب من صالح المسلمين في المدينة، يقول له: أنت الدجال الكذاب، يقول له: أنت الدجال الكذاب. فيريد أن يروج على من حوله، فيقول: أقتل هذا ثم أحييه، كما عنده من التدجيل والسحر والشر، فيرى الناس أنه قتله، ثم يقول له: قم، فيقوم سويا. هذا من شدة الفتنة التي تأتي مع الدجال، أنه يتراءى للناس أنه يحيي ويميت، هذا من شدة الفتنة. ثم يقول له: قم، فيقوم سليما، فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: لا، أنت الدجال الكذاب. فيقتله مرة ثانية فيما يظهر للناس، ثم يأمره فيقوم، يقول له: قم، فيقوم، فيقول: تؤمن بي؟ ويقول: لا، أنت الدجال الكذاب. ثم يريد أن يقتله المرة الثالثة فلا يمكن من ذلك، لا يمكنه الله من هذه الشعوذة وهذا السحر، يكذبه ذلك الغلام وهذا الشاب المسلم ويخصمه أمام الناس ويقول له: أنت الدجال الكذاب. نعم. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه،
فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. يقول الغلام إذا أحياه بزعمه: ما زدت فيك إلا بصيرة، يعني ما أثر علي هذا الدجل وهذا، وأنت كذاب، تأكد عندي أنك دجال كذاب، وما زدت فيك إلا بصيرة في أمرك. نعم. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. يأتي يريد أن يكرر قتله وإحياءه بزعمه، فيعصمه الله من الدجال ولا يسلط عليه، ويظهر بذلك كذب الدجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. قبله يعني يخرج إليه من المدينة. نعم. فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. نعم. فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ ربهم يقصدون به الدجال، يعتقدونه ربا، يريدون أن يقتلوا هذا الذي خرج من المدينة قبل أن يصل خبره إلى الدجال، فيمنع بعضهم بعضا ويقول: لا نقتل دون الدجال، يعني دون ربنا اللي هو الدجال لعنهم الله هم وإياه. نعم. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. نعم. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم قال: يمشي بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. نعم. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. نعم. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى تلقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. نعم، يمنعه الله من قتله في النهاية، يمنع الله الدجال من قتل هذا المؤمن، ويبطل سحره ودجله وكيده أمام هذا المؤمن. نعم. قال: فيأخذ بيده ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة، لأن معه صورة نار ومعه صورة جنة من تمام الفتنة، فالنار التي معه هي الجنة، والجنة التي معه هي النار. فيأخذ هذا الرجل إذا عجز عنه يقذفه في النار التي معه، وهو إنما قذفه في الجنة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الرجل المؤمن الذي وقف في نحر الدجال
وأظهر كذبه أعظم شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وله عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، فقال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. نعم. فقال: وما ينصبك؟ وله عن المغيرة. نعم. رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. نعم. فقال: وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك. قال للمغيرة رضي الله عنه: لماذا تكثر السؤال عن الدجال؟ ليس لك حاجة بهذا، لأنه لا يضرك. نعم. قلت: يا رسول الله، إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. فقال: إن معه الطعام والأنهار. نعم. فقال: هو أهون على الله من ذلك. وفي رواية: أي بني. نعم، هو أهون على الله من أن يجعل معه أنهارا وجنة حقيقية، إنما هذا من التدجيل والكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله، أو قال: لا إله إلا الله، أو قال كلمة نحوها. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي زعيم أهل الطائف رضي الله عنه، أسلم وقتل شهيدا رضي الله عنه، قتله قومه لما أسلم. نعم. فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين. هذا كما سبق أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل إلى الأرض ويطلب الدجال فيقتله، يقتل الدجال في باب لد كما مر، يستريح المسلمون من شره، ويكون الولاية بيد نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويحكم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. فلا كما سبق هذا أنهم يمكثون مع عيسى بن مريم عليه السلام سنين من الرغد وطيب العيش والعدل بينهم ونزع البغضاء فيما بينهم، ثم إن الله إذا أذن بنهاية هذه الدنيا يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى بعدهم إلا شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة. نعم. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان، يعني بعد هذه الريح وقبض أرواح المؤمنين لا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمان، بل هم شرار الناس، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. نعم. إلا قبضته،
نعم، هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين. نعم. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. هذه الريح تدخل على الناس في أي مكان، حتى لو أن أحدا اختفى في كهف جبل دخلت عليه هذه الريح، نعم، قبضت روحه. نعم، بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. نعم. نعم. وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. نعم. فيبقون عبدة للأصنام بأمر الشيطان لعنه الله، تعود عبادة الأصنام، ومع هذا ينعم الله عليهم، ينعم الله عليهم. ثم تأتي النفخة، نفخة في الصور، نفخة الفزع، لأن الصحيح أن النفخات في الصور ثلاث: نفخة الفزع، ثم بعدها نفخة الموت، ثم بعدها نفخة البعث. قال سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور المرة الثانية، فتقبض أرواح الأحياء ولا يبقى إلا من شاء الله. ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، النفخة الأولى التي فيها الحياة والموت، أما نفخة الفزع هذه مذكورة في سورة النمل، وأما النفختان نفخة الموت ونفخة الحياة فهاتان مذكورتان في سورة الزمر. ونفخ في الصور فصعق، يعني مات، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، نفخ إسرافيل فيه أخرى، فطارت الأرواح التي في الصور إلى أجسادها، فإذا هم قيام ينظرون. أشرقت الأرض بنور ربها، يأتي الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده إتيانا يليق بجلاله سبحانه، ويجي مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. تشرق الأرض بنوره سبحانه وتعالى. نعم. هذه النفخات في الصور، بعضهم يقول لا، ما فيه إلا نفختان في الزمر، النفخة الأولى نفخة الموت والنفخة الثانية نفخة البعث، ما في غير هاتين النفختين، ولكن صحيح أن هناك النفخة الأولى نفخة الفزع في سورة النمل. نعم. يقولون النفخة الفزع هي نفخة الموت، هي نفخة واحدة تسمى نفخة الفزع ونفخة قبض الأرواح، الله أعلم. نعم. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله
أول من يسمع النفخ في الصور رجل له إبل يلوط حوضها، يعني يهيئ حوض الشرب الذي يفرغ فيه الماء للإبل. نعم، هذا دليل على أن الناس يكون عندهم أموال وعندهم مواشي عند قيام الساعة. نعم. قال: فيصعق ويصعق الناس، يموتون، يعني نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. ثم قال: يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس. ينزل الله بعد النفخة الأولى، نفخة الصعق والموت، ينزل الله مطرا من السماء، مطر من السماء تنبت منه أجسامهم، تتكامل أجسامهم، إلا أنها لا أرواح فيها. يقولون: حتى لو مررت على الرجل وأنت تعرفه في الدنيا لقلت هذا فلان، يعود كما كان خلقه وتركيبه وجسمه وشبهه، يعود كما كان، إلا أنهم لا أرواح فيهم. ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصورة النفخة الثانية، نفخة البعث، تتطاير الأرواح كل روح إلى جسمها، فعند ذلك يسيرون أحياء، نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يوم يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعا، يمشون إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون، يمشون إلى المحشر. نعم. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون، يقفون في المحشر ويحاسبون. نعم. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. يقول الله لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار، أي أهل النار من ذريتك، فيقول: من كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999، كلهم إلى النار، واحد إلى الجنة، واحد من 1000 يكون إلى الجنة والبقية إلى النار، أكثر الناس إلى النار والعياذ بالله. نعم. من كل 1999. قال: فذاك يوم، أو قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. أي نعم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان، أي الأطفال، شيبا، يشيبون وهم صغار منها شدة الهول، من شدة الهول. نعم. وذاك يوم يكشف عن ساق، يعني الشدة، المراد بالساق هنا الشدة، يقول: كشفت الحرب عن ساقها، وليس المراد ساق الله جل وعلا، هذا في الحديث يكشف ساقه فيعرفه كل مؤمن، هذا في الحديث الصحيح ثابت لله عز وجل. وأما الساق في الآية فإنه عبارة عن شدة الهول، يقال في اللغة: كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتدت، ولهذا لم يضف الله إلى نفسه، يكشف عن ساق، أليس كذلك؟ ما قال يكشف عن ساقه، فالذي في الآية
الساق الذي في الآية غير الساق الذي في الحديث الصحيح. هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله بعض العلماء يقول يوم يكشف عن ساق، المراد كشف الساق لله عز وجل، ولكن هذا فيه نظر. نعم. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: قصة الجساسة. وله في حديث فاطمة بنت قيس. جساسة يمكن تدخل فيها الآن إلا ما بقي شيء. خلاص نخلي الأسئلة غدا إن شاء الله. أعطنا الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل هذه الخوارق التي يأتي بها الدجال على الحقيقة أم هي سحر وتخيل؟ هي سحر وتخيل، نعم، مثل خوارق السحرة والدجالين المشعوذين. المشعوذون يأتون بخوارق، يأتون بخوارق شيطانية ليس لها حقيقة. فالخوارق المراد بها الخارجة عن العادة، الأشياء الخارجة عن العادة. إن كانت على يد نبي فهي معجزة، وإن كانت على يد ولي من أولياء الله فهي كرامة، وإن كانت على يد كافر أو شيطان فإنها خوارق شيطانية لا حقيقة لها. الخوارق تأتي على أيدي السحرة والكهان لكنها باطلة شيطانية. ولذلك البطائحية فرقة من الصوفية، فرقة من الصوفية ناظرهم شيخ الإسلام بن تيمية، يزعمون أنهم يدخلون في النار ويمشون على النار ولا تضرهم. ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: تعالوا نغسل أرجلنا بكذا وكذا وادخل أنا وياكم. قالوا: لا، لأنهم يدهنون رجليهم في أشياء، يدهنون رجليهم بدهانات ما يحسون بالنار إذا مشوا عليه. فهو رحمه الله أوقفهم وبين زيفهم تدجيلهم، قال: تعالوا أنا وإياكم نغسل رجلينا بمادة كذا وكذا ثم ندخل أنا وإياكم. قالوا: لا. فخصمهم بذلك وتبين أنهم دجالون. رفاعية، اللي قال لهم الرفاعية، قال لهم البطائحية والرفاعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المذكورون في الحديث بالعدد 999,000 هم من أهل الخلود في النار أم يدخل فيهم العصاة؟ الله أعلم. المهم هذا بعث النار، بعث النار من كل 1999 كلهم للنار، عاد إنهم من الكفار والمخلدين فيها أو من عصاة المؤمنين الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كانت المدينة ترتجف وتخرج المنافقين فهل يحصل ذلك أيضا للذين في مكة، لأنه أيضا لا يدخلها وقد يكون فيها منافقين؟ هذا ما ورد إلا في المدينة، نحن ما نقول شيء إلا بدليل، هذا ما ورد إلا في المدينة. نعم. وهذا سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيخرج الدجال في زمانه ثم أعلم أنه لن يخرج في زمانه؟ ما ندري عن هذا. المهم ما من نبي قبل نبينا، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وكان أشدهم تحذيرا نبينا صلى الله عليه وسلم،
لأنه يخرج في آخر الزمان ويخرج في أمته عليه الصلاة والسلام، فهو أشد الأنبياء تحذيرا من الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يأجوج ومأجوج سيكون لهم سبب في نقب السد الذي أقامه ذو القرنين، أم أنه بأمر إلهي فقط؟ قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يندك هذا السد يخرجون على الناس، ولكنهم يحاولون، هم يحاولون النقب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قدر كذا، أشار بأصابعه، فهم يحاولون هذا، ولكنه لا يندك اندكاكا كاملا يتمكنون من الخروج منه إلا عند قيام الساعة. جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. كل شيء له وقت، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، فكل شيء له وقت، إذا جاء وقته حصل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لماذا قلنا إن إنزال الدجال فيه من لبس على الناس وقال ما في يأجوج وماجوج؟ لأن الدنيا اكتشفت الآن، والطيارات اكتشفت القارات، ويمكن أنهم يطيرون في الطيارات يطلعون، هذا كله كلام باطل لا يعارض به كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قادر على أن يخفيهم، قادر على أن يخفيهم ويمنعهم من الخروج إلى أن يأتي الأجل. يقولون ما وجدناهم، ما بزي في الأرض شيء. نقول: أنتم ما تعلمون الغيب، هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنتم ما أحطتم بالأرض أيضا، الله أخفى عنكم شيئا لم تظهروا عليه ولم تطلعوا عليه. فالواجب أن المسلم يسلم للنصوص الصحيحة عن الله ورسوله، ولا يغالط بفكره وذهنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لماذا قلنا إن إنزال الدجال للمطر من السماء؟ لماذا قلنا إن إنزال الدجال للمطر من السماء؟ إنزال الدجال المطر من السماء. المنزل هو الله يا أخي، لكن الله يمكن الدجال من أن يقول للسماء أمطري فتمطر لأجل الفتنة. ما هو الدجال الذي نزل المطر، الله هو الذي نزل المطر بأمر الله سبحانه، ولكن يقول الدجال كذا ثم ينزل المطر بأمر الله من أجل الفتنة للناس، ويظنون أن الدجال هو الذي أنزل المطر، والذي أنزله هو الله سبحانه، هو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا، وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. يقول في سؤاله: جعلنا ذلك حقيقيا وقتله وإحياءه سحر. ما جعلناه حقيقيا، ما ينزل المطر هو، إنما الله هو الذي ينزل المطر في هذا الوقت لأجل الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قتل الدجال للغلام يدل الحديث أنه حقيقة من جهات متعددة. الأولى: شهادة الغلام بذلك بقوله إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. كله تدجيل، قتله ما هو صحيح، إنما على أنظار الناس كذا، على أنظار الناس كذا، كله تدجيل وسحر. والسحرة يعملون أشياء عجيبة ما جرت بها العادة حسب عرف الناس، ما جرت بها العادة، خوارق شيطانية يجريها الله على أيديهم للفتنة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ثانيها أن الدجال يأمر أصحابه فهم الذين ينشرونه. لا، ما هم اللي ينشرونه، هو يأمر بقتله أو يقتله ثم يحييه ويقيمه على أنظار الناس، هذا كله تدجيل على أنظار الناس. نعم. ثالثها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير شهيد. لأنه صبر وكذب الدجال، لأنه صبر على إيمانه ولم يستسلم لسحر الدجال وكيده وثبت على إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت خروجه في آخر الزمان؟ الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يطلعهم الله الرسل على بعض الغيوب لأجل إقامة الحجة على الناس من باب المعجزات. نعم. وهذا سائل يقول هل يكون عيسى عليه السلام من الذين يقبضون بالريح الطيبة؟ نعم، يموت عيسى عليه السلام يموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه السلام قبل موته، قبل موت عيسى، ويموت في آخر الزمن إذا حان أجله، كل نفس ذائقة الموت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما التوفيق بين رواية أن عيسى عليه السلام يمكث 7 سنين ورواية أنه يمكث 40 سنة؟ 40 سنة؟ نعم. ما أدري وين رواية 40 سنة؟ ما ذكرها، يجيب لنا رواية 40 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا نص فيه كما يقرره بعض الأصوليين؟ نعم. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا نص فيه كما يقرره بعض الأصوليين؟ نعم، قد يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الوحي فيؤيد اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فهو يجتهد عليه الصلاة والسلام أحيانا وينزل الوحي فيصدق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول في سؤاله وإن أخطأ لا يقر على ذلك كما جاء في حديث أسارى بدر؟ نعم، قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ويكون الصواب خلاف اجتهاده صلى الله عليه وسلم، كما في أسارى بدر لما أسروا 70 من المشركين، عمر رضي الله عنه يرى قتلهم، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، والصديق أبو بكر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الفداء منهم، فنزل الوحي يؤيد رأي عمر رضي الله عنه، قال مما وافق فيه عمر الوحي، قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله منع العذاب عنهم لأنه قدر سبحانه وتعالى فيما سبق أنه لا يعذب أولياءه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أين يوجد الدجال الآن وهل يعرف مكانه؟ الله ما ندري، ما جانا بيان أن الدجال يوجد في مكان كذا وكذا، وأرض الله واسعة
وأن يوجد ياجوج وماجوج الآن الله أعلم، لكن نؤمن بذلك. إحنا ما أحطنا بملكوت الله عز وجل. نعم. وهذا سائل آخر يقول: ألم يثبت في الصحيح أنه لما عظم على الصحابة هذا العدد الذي يدخل النار قال لهم ذاك من يأجوج ومأجوج؟ نعم هو كذا، يعني إن هذا العدد من كل 1999 إن فيهم يأجوج ومأجوج وهم عدد كثير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في صحراء وضاعت إبله أنه ينادي: يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله احبسوا، هذا اللي ورد: يا عباد الله احبسوا، إن لله ملائكة، يعني يسكون الضال له. هذا ورد نعم، ولكن هذا من المتشابه، هذا يعتبر من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، والمحكم يدل على أنه لا يستعان بالغائب، ها؟ لا يستعان بالغائب ولا بالميت، لا يستعان بالغائب ولا بالميت ولا بالعاجز الذي لا يقدر على ما تطلب منه. يرد المتشابه إلى المحكم. يا أخوان خذوا وقاعد أن المتشابه ما يؤخذ به حتى يرد إلى ما يفسره ويبينه من المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسره ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. أما أنك تأخذ بعض وتخلي البعض الآخر هذا لا يجوز. نعم، هذه طريقة أهل الزيغ. نعم. ويقول في سؤاله: هل طلب العون من الجن أو الملائكة صحيح أم أنه وسيلة للشرك؟ الغائب لا يطلب منه شيء، سمعتم هذا، الغائب لا يطلب منه شيء، من الملائكة، من الجن، من الأموات، لا يطلب من الغائب شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تارك أعمال الجوارح بالكلية يعد مؤمنا؟ وهل هذه هذا قول المرجئة وهو قول باطل. لا بد من العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فمن ترك العمل متعمدا فإنه إما أن يكون ليس عنده إيمان، وإما أن يكون ناقص الإيمان بحسب ما ترك. هذا التفصيل الذي عليها للسنة والجماعة. تارك العمل قد يكفر، مثل تارك الصلاة، الصلاة ما هي بعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ترك الصلاة يكفر، وهي عمل من كل الأعمال. وبعض الأعمال إذا تركها ينقص إيمانه، ولذا يقولون ينقص بالمعصية. هذا تعريف السلف الصالح مضبوط، ولكن هؤلاء يريدون أن يفتحوا على الناس باب الإرجاء، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب، ونقول ما قاله سلفنا الصالح. نعم. في تعريف الإيمان، وأن الأعمال من حقيقة الإيمان وليست شرطا فيه أو مكملة فيه كما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. شوف، يقيمون الصلاة، الصلاة ما هي بعمل. وإما رزقناهم ينفقون، الإنفاق ما هو بعمل، عمل. ويقول في الآية الأخرى: قد أفلح المؤمنون
من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه أعمال ولا لا؟ أدخلها سبحانه في الإيمان. المؤمنون الذين هم في صلاتهم، أول شيء الصلاة، في صلاتهم خاشعون. فالأعمال داخلة في الإيمان بالكتاب والسنة، فمن يخرجها عن الإيمان فهو مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لعقيدة السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر في بعض الأوساط من يتظاهر بالعلم ويمتحن الناس لا سيما طلاب العلم المبتدئين في مسائل العذر بالجهل ومسألة جنس العمل وتكفير. هذا فرع من الإرجاء، مسألة العذر بالجهل هذا من مسائل الإرجاء وفرع من فروع الإرجاء. اتركوا هذا الكلام. الجاهل ما هو كل الناس جهال، فيه من قامت عليه الحجة بما يسمع ويقرأ ويشاهد ويقال يعذر بالجهل. اليعذر بالجهل المنقطع الذي لم يبلغه شيء، منقطع في الأرض ما بلغه شيء، لا قرآن ولا سنة، هذا هو الذي يعذر بالجهل. نعم. يقول: مسألة جنس العمل وتكفير المعين. كل هذا كله من كلام المرجع. جنس العمل وما فيش جنس العمل. جنس العمل، العمل كله يا أخي، العمل الصالح كله من الإيمان، والتفاصيل هذه ما عليها دليل، كلها من أقوال المرجع، فاتركوها. نعم. ويوغر الصدور على كبار العلماء. ويوغر الصدور على كبار العلماء. الله حسيبه، هل يحرش بين الناس ويسب العلماء وأهل الخير؟ هذا الله حسيبه. نعم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: لدي صديقة توفي زوجها وهي في فترة العدة. لديها صديقة توفي زوجها وهي في فترة العدة. إيه؟ ولديها شيب في شعرها. لديها شيب في شعرها. نعم. وبسبب الشيب يكون عندها حكة في رأسها، هل لها أن تضع الحناء؟ الذي توفي زوجها وهي في العدة، العدة عدة رجعية ولا عدة باين؟ ها؟ توفي زوجها. إيه، توفي زوجها وهي في العدة. وش العدة دي؟ إن كانت رجعية فهي زوجة تعتد للوفاة، تبدأ عدة الوفاة من جديد لأنها زوجة ما دامت في العدة. أما إن كانت بائنا فليس عليها عدة وفاة، تعتد للطلاق، طلاق البائن. وأما إذا احتاجت إلى علاج أو احتاجت إلى وضع الحنة للعلاج ما في بأس، ما هو للزينة، هذا للعلاج ما في بأس. نعم. وكذلك السدر. وكذلك السدر، يعني السدر طيب، ما فيه، لا فيه طيب ولا فيه، إنما هو منظف فقط مثل الصابون. نعم. أحسن الله إليكم. مبارك فيك.